كابتن امير، تعليق حضرتك على الفتره الثالثه والرابعه وانتهاء احداث المباراه. بص يا كابتن هيثم، الرياضه مكسب وخساره. انا بس لايم في حاجه واحده بس، اللي احنا عارفينه ان يعني انا ما بحبش اعلق على اي تحكيم، ولكن اللي حصل النهارده من وجهه نظري الله اعلم حصل في الملعب، بس اللي احنا عارفينه من يعني العشره مع اشرف طول عمره هادي، ساعتي بتشنج بيتعصب كاي حد ماسك هيد كوتش باي نادي. بس مش معنى كده يا كابتن سامح ان انت اديت تكنيكال فاول لاحمد مرعي، خلاص اديت تكنيكال فاول بسبب ان اديت فاول متعمد على اليكس يونج، واضح جدا كنا شفناه ما كانش يستحق الفاول المتعمد، اديته تكنيكال فاول خلاص هو متنرفز شويه لازم. لا يا كابتن، عايز اقول لحضرتك هو كابتن اشرف توفيق حتى متنرفز، يعني كابتن اشرف توفيق تحدث، بص يا كابتن يعني هو تكنيكال فاول، يعني انا بس هجيب كورتين الفرق ما بينهم، حصل تكنيكال فاول على الكابتن احمد مرعي، الكابتن احمد مرعي حتى كان بيزق على الخط وراح بص بيتكلم مع الحكام حده، بص بيتحك يعني بيتكلم بحديه مع الحكام ولم يتم طرده ويزعق له ويشاور له بيتكلم، انما النادي كابتن اشرف توفيق تحدث مع الحكم ايضا، وانا اعرف من كابتن اشرف توفيق جيدا ما بيطلعش منه الغلط نهائي، هو ده اللي بنتكلم عليه. كنت لازم تقدر ان ده راجل مدرب كبير زي كابتن مرعي برضه، يعني اديته تكنيكال فاول يكون المره الجايه، ولسه شبه شايفين اهو كابتن احمد مرعي لسه معترض وبيكلم الحكام، ممكن يكون انت لازم تكون اكثر هدوءا يا كابتن سامح، انت راجل الحكم بتاخد قرارك في لحظه، لازم تكون اكثر هدوءا، ممكن تسيطر لو سمحت. اهدى يا كابتن اشرف، انا ما ينفعش اللي حصل ده، الحمد لله يعني هارد لك الاهلي، الاهلي رجاله بنلعب النهارده بسبع او ثمان لعيبه في الملعب ضد 12 واحد، كابتن مرعي عامل روتيشن عالي جدا بيغير وبيريح، واحنا في لعيبه قعدت 40 دقيقه في الملعب. صحيح، حتى المصاب نزل، حتى المصاب لعب طلع تاني بره، مودي الجرحي ربط عمل نزل لعب ما قدرش يستحمل اكتر من احيي لعيبه الاهلي اللي انتوا عملتوه النهارده، رجاله فعلا زي ما كابتن سعاد قال، الاهلي بما حضر رجاله، وهارد لك، وده مكسب وخساره، واقول لكم يا جماعه في ماتش جاي ان شاء الله عندنا امل نكسبه ان شاء الله ربنا. النقطه هنا بقى كابتن عماد، دلوقتي مباراه الاتحاد، يعني هو طبعا اللقطه هي كابتن تاني، معلش كابتن اشرف توفيق بيزعل اللاعب بتاعه مش بيزعل الحكم، هنا كابتن اشرف توفيق بيتكلم قام اديله تكنيكال فاول، هو بيتكلم اللاعب راح اداله تكنيكال فاول وبيتحدث معه، مفيش اي انفعال ولا اي حاجه، بص كلام عادي جدا وبتاع، راح هوب طرد. طب انا عايز اعرف ليه ابتدى كابتن اشرف توفيق يتضايق، هو ابتدى طلب منه انه يروح للمكان، كابتن اشرف لا، كابتن اشرف توفيق كان بيتحدث بريتم عالي، انت كحكم لما تستفز المدير الفني وتطرده لازم يطلع منه كده، يكون عندك ثبات انفعالي يا حكم بالظبط. انا دولي. شايف ان يعني انا شايف ان كان مش مسطره واحده للاسف، يعني انا طبعاً يعني بتكلم بامانه، يعني قد احنا كلنا بنوفق ونخطئ ونصيب، وكنا بنشكر في كابتن سامح في اول الماتش وقلنا ان عنده ثبات انفعالي وراجل ما عندوش اي ميول، انت مش معنى ان انت اديت تكنيكال فاول وعملت طرد لراجل مدرب منتخب وراجل مدرب الاهلي ومدير فني وراجل ذو قيمه، انت كده بقيت يعني بطل العالم، ما ينفعش يا كابتن سامح. لازم يكون عندك هدوء اكثر شويه، هدوءا وتتحكم يعني في رتم وتهدي يعني الناس، وانا متاكد زي ما بقول لحضرتك انا يعني معرفتي الشخصيه بالكابتن اشرف توفيق وكلنا نعرفه، الراجل عمره ما بيطلع، وكان بيتكلم هو كان بيزعق للاعب بتاعه، ومعروف ان سامح كمان راجل يعني عادي، يعني انا عايز اقول لحضرتك كابتن اشرف توفيق كان بيزعق للاعب بتاعه، ما جاش تحت التحكيم خالص، لما جه الحكم قرب من الترابيزه بيكلمه وفجاه لقى نفسه تك تكنيكال فاول في طرد فلازم يتعصب، معروف ان سامح كمان عاقل وقراراته كانت صائبه طول الماتش وصلح اخطاء، ومعلش يا كابتن انا شايف انه السفاره دي يعني عليها دور كبير جدا طبعا، فرقت.